طبعا وضعنا السكر على النار، نضيف عليه بعد قطرات الماء، هذا ماء طبعا اللي حطيناه، سكر زي ما تشوفون، نضيف عليه بعد يعني عشان نعطي نكهة، هذا نضيف عسل بعد، نضيف نكهة يعني من باب النكهة حتى لا يتكرمل مرة أخرى. الآن نعمل التجربة، هذا العسل بالسكر، دلالة عن الاختبار، هذا اختبار فاشل، عسل بسكر، عسل بسكر، شفتوني صلحته قبل شوي، وهذه السداسيات بدأت تطلع، كلام فاضي. هناك اختبارات كثيرة منتشرة بين الناس، كلام فاضي، مثل الثلاجة، الفريزر، الحرق، استغفر الله العظيم، بالتراب، يمط العسل ما ينقطع، جميعها اختبارات فاشلة. هذا كما تلاحظون سكر صنعناه قبل شوي، وضفنا عليه شوية عسل، وهذا الخلايا السداسية ظهرت بوضوح زي ما انتم شايفين. فلا تنساقون خلف أي خزعبلات المسوقين وبعض باعة العسل.